جماعة شوفوا انا عملت افطار لبابا وماما ايه، اصل مش هتعدي كده غير لما اصوركم، لازم تتثبت كده في اليوتيوب. صباح العسل. الفطار ده يا جماعة المفروض ما ناكلوش، نحط فيها بس يعني نبروز ونادين عاملين لنا افطار. تعالوا افطروا معانا بقى. نادين هتفضل واقفة ماسكة التليفون لان الحامل مش موجود. صباح الخير. لا انت تفضل قاعدة كده لغاية ما نخلص. انا عايز اكل. لا كده انت بره باهلك. ما نخلص اكل. ايه رأيك في الفطار بتاعي؟ الحمد لله. الحمد لله كويس. احمد ربنا لغايه ما نخلص اكل. بابا ماما اكلت شطه. لا ما اكلتش حاجه. يا جماعه دي اسمها كذبه عندنا في دمياط، دي طحينه حمراء حط عليها زيت كده تبقى تقيله وملح، اسمها كذبه. محدش يعرفها بره. محدش يعرفها الا في دمياط بس، اسمها كذبه. بتتعمل من الطحينه. علي بقى بيجيب الطحينه الحمراء في رمضان، الحاجه الوحيده اللي علي بيعملها. بصراحه بابا بيعملها حلوه. علي بيعملها في رمضان. وده جرجير وده فيديو. متخانقة نفسي كل ما تقلع الطرحة كده وهوي. قدام التصوير عادي؟ ده فني، احنا ناس فني يا جماعة. ده فيديو. ده فيديو. احنا الأكل خلص. أمير جايب لنا فيديو يا جماعة بس والله ما حد في البيت بيحبه. بس هو جايب لنا فيديو. عشان يبقى احنا عندنا فيديو. طب ما أنا جايب الأكل ده، أنت اللي جايبه. بس أنا أكل هو يعني إيه مراعاة لأمير ابن حبيبي اللي هو جايبه لي والله. طب باي عشان نلحق حاجة كلها. باي يا جماعة. باي. باي باي على الناس. باي باي لهم. باي باي على الناس. باي باي على الناس. باي باي على الناس ازاي يا عم؟ باي باي للناس. سلام. اتغطى لك وشرب على بيت. صباح الخير. خلاص بقى. لا والنبي. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. كل سنه وانتم طيبين وربنا يعود عليكم الايام كلها بخير وفرحه، ويعوض كل حد كان نفسه في حاجه يحققها ومعرفش يحققها، ربنا يعوض عليه بالايام الجايه، ويعوض كل واحد اللي من غير مثلا اهله، واللي بغربه واللي بعيد واللي فقد حاجه واللي ناقصه حاجه، ربنا يعوضه بفرحه في رمضان يعني قلبه يرقص بيها من الفرحه. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يخليكم ليا يا رب ولا يحرمني منكم أبدا، ودايما كده رمضان مع بعض، ودايما كده مكملين مع بعض رمضانات كتير 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 إن شاء الله. ربنا يدينا ويديكم طول العمر والصحة والستر والفرحة وكل حاجة حلوة ربنا يديها لنا كلنا بإذن الله. المهم سمي بالله بقى ونصلي على النبي، وداخلين على ملحمة تاريخية. بصوا زينة رمضان دي يعني لازم تبقى على أجمل وجه. بالمناسبة دول كده يعني حاجات كده زي بتتعلق على الحيطان ومش عارفة ايه، بس انا عايزة استخدمهم كأنهم صواني. اللي عارفين الصينية الهلال دي انا مش عندي ومعرفتش ان انا اجيبها، فدهنتهم كده بلون، جبت زيت رش كده ب15 جنيه ودهنتهم، بس طلعوا تحفة تحفة بجد. المهم ايه، انا جبت السترس اللي هو بريحة المسك كده. انا لابسه كمامة معلش، مش عشان حاجة، مش تعبانة لا الحمد لله، لا عشان الرش ده كان ريحته كانت صعبة شوية فكانت خانقاني وانا نفسي يعني بيتلكك بصراحة. فقمت لابسه كمامة عشان اخد راحتي. المهم انا شلت الفرن كده وحطيته جنب البوتاجاز، بس انا غيرت رأيي وقلت لا هيبقى قريب قوي للحوض. بصوا كنت عايزة اخد رأيكم برضه، لقيته قريب قوي للحوض، حاسة ان هو هيبوظ من المية لان ده على الحوض على طول، فشلته من مكانه وحطيته على الرخامة، بس حطيته في ناحية تانية خالص. حتة المقطع دي بقى ايه فاتتكم، فانا سبت السترس كده على السيراميك نص ساعة. بصوا اللزق ده اصلا ده طبع على السيراميك مش لزق، يعني هو ده طابع. المهم فانا حاولت اشيله على قد ما قدرت، ما معرفتش. فمهم عملت السترس كده ونضفته، السترس ده جميل جدا بصراحة. فجبت كده مشمع كده ايه لرمضان، يعني هو ده بيتمسح بسرعة كده ويبقى نضيف حوالين البوتاجاز. بس بصراحة بيني وبينكو يعني انا عملت زيت رمضان كلها عجباني جدا وفرحانة بيها، الا المشمع ده الستيكر ده مش حباه، حاسة ان هو تلش كده يعني تلم رخم مش حباه خالص. ولولا ان ولادي بقى فرحانين واحنا عاملين زينة رمضان وكده كنت هشيله، بس قلت هو رمضان عندي كام يعني مفيش 3 اسابيع، والاسبوع التالت بقى بنعمل في تنظيف الاسبوع الرابع بنعمل تنظيف العيد، واول حاجه اعملها في حياتي ان انا اشيل المشمع ده. والله مش عاجبني انا كشخصيا، مش عارفه انتوا رايكم ايه، اكيد مش عاجبكم برضو. المهم يعني انا لفيت كده قلت احتفالا بقى برمضان الف حوالين البوتاجاز بقى ايه عشان البوتاجاز يفرح برمضان، فلف كده خيمه خيمه رمضانيه. شلت بقى مكان الفرن قلت عشان يوسع الرخامه دي بقى، عشان بقى رمضانات والعزومات والوصف والولايم بقى والوصفات بقى، وعايزين رخامه بصوا لاخر الشارع.
عملت عليها سترس كده ولمعتها وخليتها زي الفل ونظفتها. الفوطة دي سحرية، انا بحبها جدا جدا. انا مش عارفة لما البقرة دي تخلص انا هعمل ايه. المهم اكيد هروح اشتري، انا هعمل ايه. المهم بقى خلاص كده نظفت. طبعا لازم تزيين رمضان ده كل سنة وانتوا طيبين والبيت نظيف اصلا، مش لازم يعني مش هيبقى بيت مكركب عندك وتزيني، لا هيبقى صعب عليكي. انا منظفه ومخلصه الدنيا زي الفل، بس طبعا اي حاجه بنعملها بنلمعها بنظبطها كده. انا جبت كده شريط ليد الفه كده تحت الرخامه لان انا كانت نفسها فيه قوي بصراحه، قالت لي ماما بيدي شكل حلو. بصوا وريته لكم كده ايه رايكم فيه. طبعا الجوله الاخيره هوريها لكم في اخر الفيديو. كده انا جبت حته قماشه خياميه بس لونها مش احمر، انا قلت اغير يعني لون مختلف، وقطعتها كده هعملها ستاره صغنطوطه على قد الشباك المطبخ بالظبط. يعني مش بصوا الفرن ورايا على طول، المكان الفرن انا حطيته ورايا تحت الفرن. لو بصي حتى باينه رخامه بيضه، يعني انا رافعه الفرن برخامه بيضه مش على الرخامه، مش على الرخامه على طول. شوفوا بنتي بقى سيبكم الفرن دي، اجت حطت عليا حبر وانا شغاله ولسه هصوت وهعيط بقى. بصوا وجبت الماس كنت هقتلها هموتها، وقعدت عض فيها. بص ده عض عض بجد، بوظت العبايه وبوظت الطرحه. اترن ده حبر سحري مش عارفه جايباه منين، حطيته كده ومفيش ثواني قام راح. فالحمد لله الحمد لله العبايه ما باظتش ولا الطرحه باظت الحمد لله. ده كان هيبقى بصوا كان هيبقى حته يوم عليها، ضربتها ضرب ما علينا يعني. دي كواليس عادي عادي، ده دي الحياه الطبيعيه بتاعتنا. المهم انا قعدت ادكك كده ادكك يعني اخيط الستاره. لا لايك للدكه دي بصراحه، لايك عشان تقولي لي في كل سنه وانت طيبه يا نشوى، لايك. واللي مش مشترك يشترك في القناه. المهم بقى انا قعدت كده يعني اخيط كده الستاره دي كده على ايدي اي حاجه يعني، وادخل كده في النص يعني زي مش ماسوره، انا عملت بصراحه زي استك كده. وامير بقى قلت له كلنا لازم ببصي زينه رمضان دي مش متعبه يعني، هي متعبه اي نعم يعني بنتعب فيها وكله، بس ليها حلاوه ليها فرحه. لازم تعيشي بيتك كله حتى لو انت تعبانه، حتى لو انت ظروفك الماديه صعبه، حتى لو انت عندك كرب، حتى لو انت عندك مشاكل، لازم تفصلي عشان تعيشي ولادك الاحساس ده عشان يفضلوا طول عمرهم فاكرينه. معلش انا واحده لسه عندي حاجه و30 سنه، ست انا عندي 40 سنه حتى مش حاجه و30 سنه، بس لسه فاكره زمان في بيتنا كنا نشغل اغنيه رمضان جانا، ولسه فاكره ازاي كنا نقعد نفرقع بومب في الشارع ونقعد نجيب صواريخ وحاجات كتير حاجات كتير انا فاكراها من وانا صغيره. فلازم اعيش ولادي نفس الاحساس، لازم تعيشي ولادك ان في رمضان في زينه في فرحه في دخول ايام خير، في بنصوم في بنسحر في بنقرا قران في مش عارفه بنعمل ايه. طبعا بنقرا قران طول السنه وطبعا بنصلي طول السنه، احنا دي نقرا ودي نقرا، بس رمضان ليه احساس تاني ليه حاجه تانية. حاولي تعودي بيتك وتدخلي الفرحه في بيتك حتى لو انت عندك مشاكل الدنيا. حرام الولاد ما بيبقوش ليهم ذنب، ما بيبقوش لهم اي حاجه. معلش يعني الواحد ساعات بقى في حاجات كتير بس يقول لك لا او لا، طب هم ذنبهم ايه؟ طب انا عايشهم مثلا الاحساس. لما انا كنت طبعا اللي عارفني متابع يعني عارف اني كنت تعبانه جدا الفتره الاخيره، بس هل ان انا مثلا خلاص بقى انا تعبانه لا انا هقعد؟ لا، لازم افرح ولادي ولازم اعيشهم معايا الاحساس ورمضان، ويفضلوا فاكرين الايام فاكرين وعارفين ان لازم كل واحد يعمل لما يكبر يفتكر يعني لو كنا عايشين يقول له اه كانت ماما بتعمل، لو متنا يعني لا يرحمها ماما كانت بتعمل لنا وبتجيب لنا وبابا كان بيجيب لنا حاجات لازم نتعودنا عليها ولازم نطلع اولادنا عليها. المهم يعني جبت كده المدام شمع كده اللي هو خياميه بس مشمع جلد، عايزه احطه فوق الفرن. او هتقولي لي هيسيح يا نشوى انا مش هشغل بيه الفرن، لما اجي اشغل الفرن هشيله، بس يحمي الفرن كده ويديله شكل الخياميه في نفس الوقت يحميه لو اجت عليه ميه، ومشيتك عليه ميه لانه هو بعيد خالص عن الميه. بس برضو المهم يعني لمعته كده ونضفته، مع ان كل الحاجه دي احنا منضفينها وملمعينها، بس لازم اي حاجه تعمليها تلمعيها وتنضفيها كده. انا بصوا حطيت كده لفيت الفرن بمشمع الخياميه شكله حلو جدا. انا ونادين بقى قاعدين بنظبطه، كلنا كل واحد فينا كان بيعمل حاجه يعني، حتى علي ما كانش موجود هيجي دلوقتي شويه كده، اول ما دخل من البيت قلت له يلا اطلع علق لنا الحاجات يا ستي يهديك يرضيك. قلت له لا لازم تعيش معانا اجواء رمضان، يقول لي ما انا عايشها في الشارع. اقول له ماليش دعوه، عيشها بره وعيشها جوه. يعني طبعا اقول لكم والله العظيم انا وانا شغالين كده والله العظيم الشارع كله اكيد كان متضايق مننا، مشغلين اغاني رمضان ومعلقين صوتها على الاخر. بصوا ونبصوا احساس، احنا بنحب نعيش اللحظه بصراحه. انا كنشوى بحب اعيش اللحظه وبحب اعيش ولادي اللحظه. وجبت كده عمو بتاع الفول، بصوا بقى عمو بتاع الفول والقدره بتاعته وشكله حلو جدا عجبني قوي 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 قوي.
ده انا جايبته من المشتريات اللي انا كنت شاريها معاكم، كنت جايباه ب90 جنيه، كان عليه عرض، هو غالي شويه يعني بس للفرحه، نعيش الفرحه. انا طبعا المصاريف احنا صرفناها دي عشان نعيش الفرحه، في ده هي اي فلوس قصاد ان انت تبقى قاعده فرحانه. تقولي انا شويه ظروفي ما تقدرش ان هي تجيبه، وما تجيبش حاجات بسيطه، اقول لك ده عروسه على فكره انت ممكن تعمليها، مش شرط انك تعملي بالظبط وتشتري زينه غاليه وتشتري مش عارفه، لا اي حاجه، معلش حته القماشه دي ب5 جنيه، يعني حاجات بسيطه ممكن تفرحي بيها اولادك، تفرحي بيها نفسك يا ستي، سيبك من ولادك مفيش لسه اولاد لسه مفيش، افرحي انت. جبت بقى الفانوس اللي انا بحبه 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 بحبه، انا بحب الفانوس اللي بشمعة جدا جدا، يعني تقولي لي بص الفوانيس اللي بتغني وعمري ما اقتنعت ان في فانوس، ده انا بتقول لكم اعملوا لايك. ودي الصوالي اللي انا دهنتها حطيتها كده بس قلت لا هغيرها وهعمل حاجه ثانيه، هنعمل ركن هنا الحاجه والركن الثاني الحاجه. طبعا بقى امير ونادين على فكره ما مش بيساعدوني في الوقت اللي بيعملوا فيه ده، مش بيساعدوني ده بيرخموا على بعض، هو يشد ستره وهي تشد ستره، والله العظيم بيرخموا على بعض. بصوا انا ولادي كده طول النهار، فنادين بتضربه وامير بيضربها، ده العادي بتاعنا يعني، لانه حبيبتي كانت اكتر واحده فرحانه. بصوا شوفوا الاحساس الطفل برمضان داخل عليه ده، احساس جميل قوي على فكره، انا فاكراه من وانا صغيره. جبنا سلك كده اللي هو فيه هلال ونجمه بقى ومش عارفه فانوس وحاجات من دي بقى اللي هو بينور كده، حطيته على الستاره هنا. الشريط الحبل ده كان ب20 جنيه، جبت 3 انواع حبل 3 اشكال مختلفه ب20 جنيه، وحطيته كده هنا على الستاره. بصوا بقى بينور بقى حاجات احمر واخضر بقى وشكله حلو. امير طبعا هيرقص لكم دلوقتي، بصوا امير ابني اتهبل اصلا، لا ده هو لسه ما هيرقص، ده هو بيلعب هو نانو بالفانوس فرحين وقاعدين بيغنوا وحي ويا وحي وبقى وايه. جبت بقى كده اللي هو الخيامين اللي انا بقول لك عليها، ده المتر كان ب20 او ب15 مش فاكره، المتر ده ب20 و15 قلت لكم في الفيديو المشترك بتاع بتاع الفيديو اللي قبل كده. بصوا انا قلت هحطه كده على السفره كله، لقيته تقيل تلش كده يعني مش عارفه، حاسه في زحمه كتير قوي قوي، لما انا لو انا غطيت بقى السفره كده كتير حاسه زحمه قوي، فانا انا بحب المفرش على السفره اللي هو مستطيل كده اللي هو صغير على نفس الشكل اللي قبله، فانا هحاول ان انا اقصه على نفس الشكل اللي قبله بالظبط اللي هو تحت المفرش. المهم يعني هقصه، شايفين المفرش اللي اتشال ده، هقول لكم ايوه اللي هو ده كده، انا هقصها نفس الشكل ده مستطيل كده طويل واعملها نفس الشكل، هيبقى شكله حلو. استنوا بقى ايه هوريه لكم دلوقتي، انا كده بقصه بس بصوا كده بحاول اقصه بالطول، نانو بقى قاعده اللي بتساعدني في كل حاجه، طبعا هم اولادي بيساعدوني كله بس نانو اكتر حد بيساعد، نانو بتحب برضو نانو اخده كتير مني، مش عارفه اللي زيي يكتب لي في الكومنتات. انا اصلا عارفين طفله احب افرح واحب اجيب فانوس واحب انزل اشيل طقم العيد واحب اشغل اغاني رمضان، احب اعيش قوي الاجواء دي، انا بحبها جدا. عارفين ان انا اصلا اول ما علي دخل البيت امبارح تخيلوا جايب لي ايه وهو جاي، مش هتقولي بقى خضار وطب، لا طبعا الحمد لله بيجيب لي كل حاجه، لا مش قصدي جاب لي ايه وهو جاي، صواريخ اقسم بالله والله العظيم، فانت مش بهزر والله جاب لي صواريخ، انا شفتي بتحبيها بقى والجو ده، انا احب انا الحاجات اللي بتفرقع واحب اعيش الحاجات دي. بصوا المهم يعني انا قطعته كده بالشكل ده، وقلت جبت بقى جبت اللي هو شريط الشراشيب الاصفر ده، كان المتر كانت 3 متر ب5 جنيه، فانا جبت منه 3 متر ب5 جنيه، بس هما كانوا ناقصين حته صغيره بس مش هبان قوي يعني، بصوا حاولوا نعمل نفسكم مش اخدين بالكم. انا كده قعدت انا وعلي، علي بقى قاعد لسه داخل من البيت، يا بنتي ايه يهديكي يرضيكي، قلت له والله هتعلق يعني هتعلق، يقول لي انا اللي هتعلق ولا مين اللي هيتعلق. المهم بقى قعدت اسقط كده بقى بالحته القماش الخياميه اللي انا جايباها، انا كنت جايبه 2 متر تقريبا ب 20 جنيه، كنت جايباهم ب 40 جنيه ال 2 متر. بصوا كده وقعدت بقى عملت ايه، بصوا دي الترابيزه اللي احنا بنقعد عليها كده في الليفنج بتاعنا، عجبتكم الليفنج بتاعنا؟ هو طقم ملوش علاقه بطقم ركنه، ده ملوش علاقه بالليفنج بس احنا مسميينه ليفنج عادي يعني. المهم كده ده ورد كده انا شيلته هشيله احطه في جنبه وهرجعه تاني، دي الترابيزه كده من جوه بقى شكلها كده، فانا هفرش فيها كده ايه حته قماشه خياميه، بس قبلها انا بلمحها بالفوطه دي، الفوطه دي بقى انا عامله فيها كلور، كلور كده اللي هو بريحه اللافندر جميل جدا، كلوركس كلوركس يعني، بريحه اللافندر حلو جدا وبيخلي الترابيزه البيضاء دي بتلمع وما بيبص، ما تخافيش مش بتبوظ يعني، هتقول الكلور على الخشب، لا والله مش بتبوظ. قطعت كده حته خياميه حاجات بسيطه، بصي انا ما بحبش الحاجات يعني الكتيره قوي الزحمه قوي قوي دي مش بحبها، عشان كده بقول لكم الحته اللي حوالين البوتاجاز انا مش حباها، حاساها زحمه، هي حلوه وكله جميله بس انا حاساها زحمه وانا ما بحبش كده، بحب حاجات بسيطه يعني. المهم بقى ان انا بتقول لي يا ماما انا عايزه اعمل هلال، يا بنتي هتعملي هلال ازاي؟ قالت لي يا ماما ماليش دعوه اعمل لي هلال. فقعدت جبت كده وقعدت اول والله حته قماشه فايضه من الهارد اللي فضل مننا،
وقعدت اعمل لها كده هلال عشان نحطه على الترابيزة. يعني احنا بنحاول نبتكس بصراحة، بنحاول نعمل نطلع هلال، بس اي نعم طلع هلال تعبان شوية، بس مش مشكلة. امين بقى كده بيظبط لنا برضو حكايات، كل واحد فينا بيعمل حاجة، كل واحد بيسوق حتة. وولادي بقى نادين عملت الأوضة بتاعتها بقى تحفة، صورها لكم، بس مش عارفة صورها لكم بكرة ولا النهاردة، بقيت الفيديو طال قوي قوي بصراحة. ونزلنا زوقنا الشيرة وعملنا حاجات، حاولت ان انا اعمل نجمة بس لقيت القماشة ما عادش قماش اصلا ففشلت، فقمت مريحة دماغي وعملت نفسي ايه يلا، ولكن انا شفنا حاجة، عملت كده هلال هنا وحطيت هناك هلال كمان الناحية التانية. انا بصوا قاعده بتمسك لي حبيبتي وبنقص بقى، ما تخافوش خليها بالي من صباحها بعيد، ما تخافوش. انت على فكره ما يعني لحد الان ما عملتليش اللايك، ينفع كده؟ ينفع كل سنه وانت طيبه بتاعتي ما تقولها ليش؟ لا يلا انزلوا بسرعه اعملوا لايك وقولوا كل سنه وانت طيبه يا نشوى. كده لمعت الازاز كده بالفوطه دي، بص الفوطه دي ايدي ورجلي، طول النهار ماشيه الفوطه الصفرا فين؟ عم يقول لي في حاجه اسمها الكراسه الصفرا، اول مره اعرف الفوطه الصفرا يا نشوى. خلاص كده ونرجعها، والله شوفوا رقيقه وحلوه ازاي والتامه. طبعا ما يغركوش المنظر اللي حوالينا والكركبه، هي مش كركبه والله، دي زينه رمضان والبيت نظيف وزي الفل ومفيش فيه حاجه، بس هي الحاجات دي برده بتعمل دوشه في البيت وبتعمل بهدله. يعني ده فانوس نانو اللي انا جبته لها امبارح، بس للاسف للاسف من غير حجاره، وهي زعلانه جدا وكل شويه بعد حد يجيب حجاره نكسل ننسى. فمحدش عنده ثلاث حجارات سلف يا جماعه، معلش معلش ثلاث حجارات بس نعدي بيهم شهر رمضان، وهجيبه لكم اول اول يوم في العيد اجيبه لكم. دي ستاره كده انا كنت جايباها تقريبا ب 50 60 جنيه مش فاكره السعر. لقيت ستاره اللي هي الطويله قوي اللي بتنزل على الستاره دي اللي ناس كتير جايبينها، لقيتها ب 250 جنيه. فبصراحه كان سعرها اوفر قوي، يعني انا مش عارفه ليه سعرها غالي قوي كده، معرفش. بس دي الستاره دي كنت عايزه حوالين الشاشه كده، اول حاجه علي كان بدا يعملها اجي علق اهو امير، هما طالعين فوق بس الكاميرا هتترفع دلوقتي، هما علي وامير دلوقتي هما اتنين واقفين بيعلقوها. بصوا انا اعمل كل حاجه من تحت، لكن من التعليق بقى والحاجات اللي فوق دي لا، ما مع نفسهم بقى، امال انا عندي الرجاله دي بيعملوا ايه؟ طيب ايه ده؟ ربنا يا رب يخلي لكم ولادكم وكل اهليكم، ربنا يفرحكم ببعض دايما دايما دايما، ورب كده تبقوا كلكم متجمعين على خير، ويبقى رمضان خير علينا كلنا وكده يعني. ونعزم بقى الناس. امير اهو بيرقص، بقول له انت اتهبلت، انت اتهبلت رسمي يا امير والله. بجد اتهبلت رسمي. بس طبعا انا بجد حقيقي، شوفوا طول ما احنا قاعدين رمضان جانا دي شغاله، والاغاني بتاعت رمضان 24 ساعه ومعليين الصوت بقى، وعلي يقول لي ودني حرام عليك، اقول له مش رمضان، يقول لي هو رمضان جالك انت بس. على انا بقى الستاره دي شكلها حلو قوي، طبعا ده كله هوريه لكم كمان بقى بالتفاصيل في الاخر ومن غير اضاءه. بصوا كده يعني خلاص كده بنشيل كل الكركبه اللي احنا حطيناها على الترابيزه. الترابيزه دي انت هتقولوا مكانها هنا مش يعني مش حلو، ده مكانها حلو جدا، اخده كل حاجه. بصوا اللي انا عملته اللي هو الداير ما يدور، بصوا بس هي حته صغيره كده، ان شاء الله منزل هجيبها. دي الترابيزه بقى قلت ايه اعمل عليها بقى الحاجات، انا القعده دي اللي هي تبقى قدام التلفزيون ونتفرج بقى على مسلسلات رمضان والحاجات ورامز بقى والجو ده. فقلت بقى يبقى فيها حبه الحاجات التسالي بقى اللي هو المكسرات والحاجات دي. طبعا الحاجات دي انا بعملها اول يوم رمضان، بس انا ايه حبيت اعملها معاكم النهارده عشان اللي يلحق يعملها بس يعملها. بس انا هقول لكم في ناس كتير يعني عملوا الحاجات دي من بدري، بس انا بعمل الحاجات دي فعلا قبل رمضان بيوم، فما قدرتش ان انا اصورها قبل كده. انا بحب اعيش الاجواء دي ليله رمضان. فكل سنه وانتم طيبين. انا حطيت بقى البندق والعين الجمل كده بشكل حلو، بس ايه رايكم في فكره الصواني بتاعتي؟ ويا بدل ما نجيب صواني من ايكيا مش عارفه بكام الف جنيه وصواني مش عارفه مين، هتقولي يا نشوى ده مش صحي، وانا لا ده هو كل الحاجات دي بقشرها، وبعدين القراصيا والمشمشيه دي والنعمه ما حد هياكلهم، مش عارفه انا حطاهم ليه، بس قلت حد هيجي مصر ما حد يجي ياكلهم. وبصراحه بيني وبينكم قعدت اقنع علي، قعدت اقول له طب بصي يا علي كل القراصيا دي هتلاقيها جميل، قال لي بجد هتبقى حلوه، قلت له والله بص صدقني. فمش عارفه احاول اقنع ولادي ياكلوها القراصيا والمشمشيه. علي بقى بيعشق الخروب طبعا، ده ما فيش، وانا بحب التمر، حبه حاجات كده واحنا قاعدين نتفرج على التلفزيون تبقى على الترابيزه، حد جالنا حد كده تبقى شكلها حلو. والمكسرات بقى، وبص اجواء رمضان. لا انا بصراحه نفسي رمضان يجي بقى. ودي السفره دي تحت الشاشه على طول حطيت فيها نفس الحاجات، بس لب سوري بقى، وانا بحب اللب السوري جدا في رمضان على فكره.
صحي جدا. لبس سوري، هاتي لبس سوري، روحي المحمصة قولوا له هات لبس سوري من غير ملح، لبس سوري من غير ملح صحي، بيخليكي هتشبعي وبيخليكي تشربي ميه كتير. يعني هتقولي يا نشوى صحي ايه انت تخينه وبتتكلمي على الصحي؟ لا والله، بس يعني انا عندي شويه معلومات اي نعم مش بعملها، بس حلو بس حلو يعني. جبت ده شريط حبل برضو حطيته هنا، بس في الاخر هشيله من هنا يعني مش هسيبه، حسيته مش باين اصلا. وعلي بقى قاعد يعمل لنا بقى الشراشيب رمضان بقى، واللي هي دي بصوا بقى قاعد يركب. ما هو انا ذنبته يعني، ذنبته على الحيطه. ما قلت له ما انت الطويل اللي في البيت، ما احنا كلنا قصيرين. قال لي طب ما امير اطول مني ما شاء الله يعني. قلت له لا مش مشكله، انت الخير والبركه. حطينا بقى بكار وفتوته وبيجي وطمطم، بحب الحاجات دي قوي. ده بوجي وده طمطم، وعلقت الفانوس كده هنا فوق الدرع هنا، ونانو فرحانه ببوجي وطمطم. قالت لكم اعملوا لايك. ومين دياست ده اقسم بالله ما اعرفه، بس لقيته في شنطه ولادي عارفينه. انا عارفه بوجي وطمطم الحاجات دي يعني. بصوا بقى حطينا كده ايه هنا في الركن التاني، ده ركن تاني غير الركن اللي احنا كنا فيه. الركن الاولاني قلت لكم التلفزيون بقى والتسالي، ونقعد بقى قدام التلفزيون ونسهر وكده. الركن ده بقى للقعده اللي هو المزاج، هتقعدي تصلي هنا، هتقراي قران، حطيت السبحه بتاعتي والمصحف بتاعي والسجاده لسه مطلعها جديده بقى، قلت يعني نفرح حتى يعني نفرح نفسنا كده بسجاده جديده للصلاه. طلعت سجاده جديده ليا. بصوا بقى ده ركن البخور بقى، بخور كده، ده اسمه امير العود، ده ريحته خيالي يعني، ما مش عارفه اوصف لكم ريحته، ده فظيع 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 يعني. وده بخور تاني برضو اسمه مش عارفه مش فاكره اسمه ايه. المهم يعني حطيت بقى ده صينيه البخور، بحطها هنا في جنب كده برضو. وانت بتقراي قران وانت بتصلي بعد المغرب كده تشغلي. هتقولي ما ينفعش بخور بعد المغرب، انا والله ببخر عادي. مش عارفه في حد كتب لي في الكومنتات وعايزاكم تقولي رايكم، بس تقولي رايكم بجد بقى. هو البخور بيفطر يعني؟ ما ينفعش اشغل بخور في رمضان؟ اصل انا شغلته قبل كده في رمضان قالوا لا، فانا مش عارفه المعلومه دي صح ولا غلط. وحطيت بقى ركن القهوه، بتقعدي هنا بقى تقراي قرانك مع ريحه البخور، فنجان القهوه بتاعك ومزاج. وعمو بتاع الفول بقى كده. انا خلصت، بصوا الجوله كلها خلصت، اوريكم بقى حته حته كده. احنا دخلنا المطبخ، ده حطيت الفرن هنا، وسع هناك ومش اخد مكان هنا وبعيد جدا عن الحوض والحاجات دي. المشمع ده اللي انا مش عاجباه ومش عاجبني، بس والله عاجب علي جدا، قال لي والله شكله حلو. وجدع الرخامه دي حطيت عمو بتاع الفول كده. وده الركن بتاع الصلاه بقى، والقهوه والبخور والريحه الحلوه. يعني انا بحب الركن ده جدا، الركن ده عاجبني جدا. حطيت هنا فانوس كده بينور، وحطيت بوجي وطمطم. بصوا شكله حلو ازاي، هادي كده ومزاج مزاج مزاج. ده الركن بقى اللي هو الدوشه ورامز بقى، والصريخ اللي رامز بيجيبه لنا، والتمثيليات بقى والحاجات دي، المسلسلات بقى والجو ده. وحطيت بقى شويه مكسرات هنا، نبقى قاعدين بقى نتفرج على التلفزيون، قاعد نتفرج كده يعني. قاعدين بقى هنفطر هنا، هنسحر هنا، على عايز سحر على الطبليه على الارض. بصوا انا هطفي لكم بقى النور واقول لكم بالليل خالص كده قبل الفجر، نحب احنا نعشق نقعد القعده دي يعني. قولي له بجد انتوا بتحبوها كده زيي ولا انتوا رايكم ايه؟ بصوا قاعده كده هدوء، ما تقوليش ديسكو، والله قاعده حلوه. اصل انا علي بيقول لي ايه الديسكو، ليه الالوانات اللي انت جايباها دي؟ انا مصممه تجيب اللمبه اللي بتعمل الوانات دي، وفعلا شكلها حلو، عطي اضاءه جميله. والليد ده ريحه البخور ما اوصفلكوش طبعا، والفانوس اللي في النص، والسيفرتايه وفنجان القهوه بقى، اظن مفيش احلى من كده مزاج. وعمو بتاع الفول كده يعمل لنا طبق فول نسحر بيه. اضغط لايك لعمو بتاع الفول. بس نقعد بقى كده مطفيين نور الشقه كله، ومشغلين اضاءه رمضان، حاسه ان في رمضان. لما انا فرشت الشقه كده في فرحه رمضان دخلت البيت. كل سنه وانتم كلكم طيبين. والفانوس العشق بتاعي والمصحف بقى، هتقولي فيه المصحف؟ بس احنا بنفتحه لان بنبقى معلمينه كمان، لان في رمضان داخل وانا ساعات اصلي يعني اقراه وانا قاعده، مش فاهمين ساعات وانا بصلي بقرا بمصحف كبير، فببقى محتاجه الحامل الكبير. بص بقى اقول ايه رايكم بامانه بامانه، اقولوا لي عاجبكم ولا لا. وكده بقى دي اللي حطيت فيها اللب والمكسرات والتمر والحاجات دي، اللي عايز حاجه يجيبها. دي بتالي احلى ان هي متغطيه يعني. كل سنه وانتم طيبين. بص انا فرحانه بيه فرحه والله العظيم بجد.
الحاجة البسيطة حلوة، الحاجة اللي يعني بص انا حاساها رقيقة وحلوة، انا حاساها مش اللي الزحمة قوي اللي انا حاساها اللي فوق البوتاجاز. وفرحانة بعمو بتعرفه جدا على فكرة، فرحانة بيه جدا يعني. وبعدين سردت حرف ال N ده لايك لحرف ال N بتاع نادين، انا حطيته كده بقى يعني اضاءات اضاءات. خلصنا زوقنا البيت وخلناه زي الفل، تعالوا بقى ننزل نتوق برضو الشارع الشارع الشارع، معلش وانا بقولها الشارع. بص بقى والولاد كانوا فرحانين جدا جدا، وكله عمال التراب طبعا بقى كتير، وانا واقفه في الشارع قاعده بنادي ده وبنصرخ بقى. وفرحه الولاد في الشارع في تزيين الشلاشيب وتعليق رمضان حاجه تانية. هو ده رمضان بجد، هو ده رمضان عندنا. انا حبيت اشارككم رمضان عندنا ازاي، والغسيل انا عايزه اطلع من الغسيل وعلي بيعلقنا بقى الشلاشيب في الشارع على البلكونه بتاعتي. وبصوا بقى يا جماعة عايزة اطلع من الغسيل يا جماعة، والله ما افتكرته اللي هو انا ما بنتش دلوقتي. اتلبخت بقى في زيت رمضان وسبت الغسيل على الحر. على الاكل اطلع بقى اقفل بقى معاكم ونروح نلم الغسيل. وكل سنة وانتم طيبين، ربنا يقعد عليكم الايام بخير يا رب، وربنا يفرحكم. وانا بحبكم قوي 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 قوي، وفرحانة ان انا مقضيها رمضان معاكم. ورب سنين كتير 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 يا رب نقضي رمضان مع بعض، وربنا يديكم طول العمر ويفرحكم كده زي ما انا فرحانة. يلا اسيبكم بقى على خير عشان نستقبل شهر كريم بخير وبركه. ومش هوصيكم طبعا بقى، عايزين ايه نزود شويه بقى كده، نيجي على نفسنا مش نيجي على نفسنا يعني، نزود شويه بقى في قراءه القران وفي الصلاه. اه انتوا فاهمين الحاجات دي اكيد، انا مش. يلا بقى اضغطي لايك واشتراك وفعل الجرس، وباي باي.